إلهي بقى مهضلة ورلواتك وحا مهضلة مدحوينها قرنكا ودنا مسبيح عبدي نعم رأي إنا نفلنا برامج كان هيرقل لنا وحان دليارة رئيس سومالي لاند إدانينا إساء إنا يكاقيب غاتان دفع دستة حالة شقا قرن وقبو شارينا يا إن لقى بلابا ما أنت أو بشو تهي طبان بشي فيبروري لبكوني يو كوبي اللواتنكا أي بلابا أنتي استيوان قلنتي أمعود سيادي دفع دستة حالة شقا قرن وحانا كسو قبا قبا بيسا ما كو يكت هاي لبعتنكا بشا فيبروري نكو جرو نحدي الله يرهدو دلين رضو وحا كل يرقل لي إن مدادة كوابان أو طبان عشاء أي كفا إيديستان إدي دانين إسا أو أي بلاي ستورك كالسو دقان أبكاس معلومات كاللوغة بهاي هاي شروط هنا لما يستيران إنتا وحي كتب بأيو حنقل إنا هاوشي امتحان قادستا إيو حرين تودي مركا دلين رضا آد بانو قبرا لوچين إيا إن إسكارسي إيا وركاس استعمالنا سيستم خاص يوغو قريوه دو شوغل لفو دي طلباتو حانو ما عندنا يا قدوميرش كبالا ده قبطانا نو ده شوغنو او يغو انتا بادان يغونا هاوش بركيه داله هاوش شغاقران دبيغيا با وا هاول لو دليه وسارد دو احبارشاد امتحان كبه قادسا ايدان ما دو تاو بركي بي بيحنا يان وسارد دار ريماها قدوها إلا سهل تك يو تيم كان وسارد دار ريماها قدوها برا سابادا قدوميرش عيد والبا وكا قيب قادتا أنا أقول لهم أنهم coordination. مركا لبانتين قدومياش هاد بومانتين سوى تشيبس أنا سوى تشيبتين. إن هاوش هنا وإن كوال حرير هنا. إن إيميل هذا يو تلفون هذا اللي قاعدين وحاو تواصل لسو عندهم تان. إن هاد بقى أنت كسود البطل قبل كا. وقبل كا مركا هربا وكالا غيب سنتر قبل كو قفكو تابانا يا. إلا امتحان كاين نتيجة هذا ولا سو عندهم تان مركا امتحان كاي قاعدين حفيز كامتحانات كقرنكو. إلا سو حرين تودنا إذا كابا سو حريو سو كحية ساسين وضع شقين دونا إن شاء الله هدي الله إله دو وانا نين ما هندق إنا برنامج كشقة قرن واحد وصنو كان كوس ما يني دام عصب وات كوس سو حري سن كرتو ديوان قلنا ترتن كبرنامج كشقة قرن أديك أقولي يا بتشوا يا الفام كديوان قلنا هو صوت لي كرتا حفيز كشقة قرن أديك الراعي تلاوي كصوص على وقارن لسه دك أبلكيشن كشقة قرن أديك أكل سو دك أي موبايل كا كجارهان بلاي ستور كا talabada koobad waxa dooranay sahalka ay ku qoran tahay register kadibna sideeda number ay u dambeeyay kaarkaaga muwaadinka ayaad gelin doontaa adigoo sameysanaya number sireed password ku gaara kadib taaba calaamada continue nidaamka diiwaangelintu ma ogolaan doono qof shaqaale dawladeed ah qof shaqo qaran ah ama qof gaaray da'da 30 waxa ku soo bixi doona magacaaga oo saddexan kadib waxaad gelin doontaa telefoonkaaga gacanta emailkaaga gobolka aad joogto degmada aad ka sii joogto intaas ka dib waxaad iska qaadi doontaa sawir aad ugu isticmaalaya mobile-kaaga kuna dhufanaya calaamada ku muuqata qaybta saddexaad waxaad ka dooran doontaa waxbarashadaadii gaar ahaan jaamacaddaada magaceeda fakalka aad dhamaysay sanadka aad ka baxday kaarka aqoonsiga ee jaamacadda kadib ku ji calaamada continue qaybta afraad waxaad gelin doontaa shahaadada aad jaamacadda original ah warqada dambilaanta iyo warqada caafimaadka intaas ka dib waxaad heli doontaa fariimo ku saabsan in codsigaaga la gudbiyay hadii aad guuleysato waxaad heli doontaa fariin ku sheegaysa in aad ka mid noqotay tartamayaasha barnaamijka shaqo qaran shaqalaha daacadda dadweyan sharaf leh dalkayee ee go shuban